بدنا نسأل شو أسباب الحول أستاذ سامر؟ هلا الحول مجموعة كبيرة من الأمراض، ما هي مرض واحد، في أسباب متعددة. هو نظام معقد من عضلات وأعصاب وبيحركوا كرة العين، فأي خلل ممكن يصيب العضلات العين أو الأعصاب المحركة أو الرؤية. حتى طبعا القصة مرتبطة كمان، حركة العين مرتبطة بشكل كبير بالرؤية، فعندي أسواء الانكسار اللي خاصة مد البصر أو طول النظر ممكن أنه يسبب حول، فقد الرؤية ممكن يسبب حول. أيضا أسباب عضلية، أسباب عصبية، إذا عندي قائمة طويلة. وللأسف في نسبة كبيرة من الحالات ما أنا معروفة السبب، أبدا ما فينا نحدد سبب. وطبعا في نسبة مهمة من الحالات ولادية، فالقصة مثل ما أنه يطول شرحها، لكن في نسبة كبيرة من الحالات ما عندنا سبب محدد. يعني هل بالضرورة أنه يتم توريث الحول للأولاد؟ هل يعني هل في عامل وراثي وراء الحول؟ طبعا هذا السؤال بنسأله كثير، انه الاب او الام عندهم حول، هل راح يتورث للاولاد؟ طبعا ما للاسف ما عندنا قاعده بهذا المجال. خلينا نقول في عندنا استعداد عائلي، لكن ليس وراثه محدده، ما عندنا وراثه محدده او نمط وراثي محدد نقدر نتنبأ فيه، او ما عندنا نسبه نقدر نتنبأ لاصابه الاولاد بالحول. فهو استعداد اكثر من انه وراثه معينه. بالعائله ممكن يكون اكثر من فرد، لكن مرة تانية للأسف ما عندنا نسبة محددة نقدر نتنبأ فيها. يعني إذا كان عندي بالعائلة في حول، كيف إني أتجنب إنه أولادي ما يصابوا بالحول؟ في طرق معينة ممكن أعملها؟ أبدا للأسف ما عندي أي وسيلة تنبؤ ولا وسيلة وقاية من هاي القصة أبدا. طب هل عندي أنا أولاد صغار بيلعبوا كتير بالكمبيوتر وبيقرب الأجهزة عليه، هذا معناته حيصير معه حول أكيد صح؟ طبعا هلا العمل الجهد العين للقريب عامل مهم بتسبيب الحول عند الاشخاص المستعدين، يعني اللي عندهم استعداد بالاساس، عندهم مشكله عينيه بالاساس او عندهم طول نظر خاصه. لكن احيانا ممكن يصير حتى عند اشخاص ما عندهم اي مشكله بسبب ساعات طويله من الجهد اللي بتعمل تشنج، بنسميه تشنج بالمطابقه والتقارب، اللي ممكن يسبب الحول. فهو عامل مهم بنمط بنوع معين من الحول، هو الحول الانسي التطابقي او الحول الانسي من منشا تطابقي بنسميه، ممكن يكون مرتبط بشكل كبير بالعمل القريب، ولازم نتجنب قدر الامكان الاطفال المستعدين او الاشخاص اللي عندهم استعداد لهالقصة او عندهم ارتباط عائلي انه يقعدوا ساعات طويلة على الموبايل. طيب اوكي، لو كان واحد عنده حول شو الضرر فيه من ناحية طبية ولا مجتمعية او حتى نفسية؟ في له ضرر هالشيء ولا لا؟ عند الاطفال الاضرار اكبر بكثير طبعا من عند الكبار. الاطفال اولا نفسيا واجتماعيا بيتعرضوا لمشاكل كثير بسبب الحول، خاصة التعرض للتنمر، وللطفل ممكن يصير خجول أو منعزل بسبب الحول. نقطة كتير مهمة لازم ننتبه لها، والآباء ما لازم يهملوا هاي النقطة أبداً بحساباتهم. الأمر الثاني الطبي المهم جداً هو خطورة الكسل الوظيفي بالعين اللي فيها حول، لما بيكون الحول دائماً بنفس العين. بالسنوات الأولى للحياة الاعتماد على عين واحدة بيعرض العين الأخرى لضعف رؤية قد يكون شديد، والمشكلة أنه غير قابل للعلاج بعمر كبير، العلاج فقط بالصغر، بالعلاج المناسب طبعا بالتصحيح البصري وبتغطية العين الجيدة، وهذا حديث كمان بيطول، لكن هذا مهم جدا اكتشافه بالصغر وعلاجه. كيف طرق علاج الحول؟ طبعا علاج عندي احنا ان الحول هو انواع كثيرة وحالات كثيرة متعددة، وكل حالة الى علاجها والى وضعها، لكن اذا ردنا نحكي بالعموم فنسبة كبيرة من حالات الحول ممكن تتعالج بدون جراحة بالنظارة فقط أو بتغطية العين الجيدة لعلاج الكسل الوظيفي، أو علاج السبب إذا كان في سبب محدد للحول مثل سبب عصبي أو سبب غدي ممكن أنه علاجه أنه يعالج الحول. لكن في نسبة كبيرة من الحالات بتحتاج جراحة، بالتأكيد لازم نحط هذا الشيء بعين الاعتبار، أنه في نسبة أنه جراحة الحول هي ضرورة في نسبة كبيرة من المرضى. يعني أنا رفقاتي قالوا لي إن الحول ممكن يتحسن مع الأطفال مع العمر، طيب فيني أأجل العلاج حتى يكبر ابني بعدين أشوف؟ أبداً على الإطلاق، التأجيل على الأغلب بيؤدي لنتائج سيئة. بأغلب الأحيان الإهمال أو التأجيل، طبعاً ما فينا نسميه تأجيل، حنسميه إهمال الحالة، على الأغلب راح يخليها تسوء ويصير علاجها أصعب وأعقد، خاصة مثل ما حكينا إنه في عندي شيء اسمه كسل وظيفي ممكن يتطور، وفي عندنا شيء اسمه فقد الرؤية المشتركة بالعينين اللي ممكن استعادتها بعمر كبير أصعب. طبعا نسبه حالات الحول اللي بتتحسن بدون معالجه او بتتحسن تلقائيا هي نسبه قليله كثير. على الاغلب الحالات اللي بنسمعها بيقول لك انه كان عنده حول وتحسن، هو ما كان حول اساسا، كان حول كاذب. يعني هاي النقطه خلينا نحطها بعين الاعتبار، انه في شيء اسمه حول كاذب، يعني مظهر بيوحي بالحول لكن ما هو حول. فعلى الاغلب الناس اللي بيقول لك انه والله انا بعرف شخص كان عنده حول وتحسن لحاله بدون علاج وبدون شيء، على الاغلب ما كان حول اساسا. يعني
هلا الحول عند ابني ما كتير واضح، مالي ملاحظ في حول، ضروري اني اعمل العلاج؟ ما هي بشكله جيد، ما في مبين عليه اي علامات. طبعا هو مثل ما قلنا الشكل مو هو بس السبب العلاج، طبعا في ان الشكل مهم كثير وفي اضرار نفسيه واجتماعيه، لكن مو هو السبب الاساسي للعلاج ايضا. احنا في عندنا مخاطر من الحول، عندنا احتمال حدوث الكسل الوظيفي، وعندنا كمان فقد الرؤيه المشتركه بالعينين. حتى لو الحول صغير ممكن العينين ما عاد يشتغلوا مع بعضهم، صار يعتمد الطفل على عين واحده، وهذا الشيء راح يخسره كثير بحياته فرص. يعني مثلا كثير من المهن ما راح يقدر يشتغل فيها اذا ما عنده رؤيه مشتركه ورؤيه ثلاثيه ابعاد طبيعيه بالعينين. مثلا بالطب بيقدر يشتغل، بس ما بيقدر يشتغل مثلا بطب عيون او باي مجال فيه جراحه مجهريه، مثلا بمجال الطيران ما راح يقدر يشتغل. هذا طبعا اذا افترضنا انه عالجنا الكسل وانه او ما في كسل وانه العين بيشوف فيها بشكل طبيعي العين الاخرى. يعني حتى لو كان بيشوف بالعينين وحتى لو كان مظهر الحول مقبول، فاذا ممكن علاجه بالصغر بيكون احسن بكثير بكثير. انا كأب او حدا ممكن اختار نوع العلاج اللي بدي يكون، هل مثلا عمل جراحه او نضار اختار على كيفي اللي بدي اياه؟ كمان غلط كبير. الجراحة أو النظارة مثلا أهالي بيسألوا كتير أنه أنا مثلا بدي استغنى عن النظارة وبدي أعمل عملية وأخلص. بالمقابل في أهالي بيقولوا ما بدنا نظارة بأي شكل من الأشكال، إحنا بنعمل العملية وما بدنا أي نظارة. طبعا هذا الحكي كله غلط، لأنه الاختيار بين نظارة أو عملية مو اختيار المريض ولا اختيار ممكن هيك ممكن هيك. في حالات اللي بتتعالج بالنظارة حنعالجها بالنظارة، والحالات اللي بتحتاج جراحة حنحدد لها جراحة. فمو هو خيار هيك أو هيك، في علاج دائما يعني واحد هو مناسب او على الاقل مناسب اكثر بكثير. طب انا واحد كبير عندي حول ومن الطفوله وعندي ضعف بالرؤيه بهالعين، قالوا لي الناس ما في داعي تعمل عمليه لانه حيرجع الحول، بتشجعني اعمل عمليه ولا انسى الموضوع؟ طبعا اذا كان واضح من الناحيه الجماليه راح ياثر كثير على حياتك، حياثر كثير على المهنه اللي راح تشتغل فيها، على علاقاتك الاجتماعيه. فبالتاكيد احنا بحاجه لعمليه، حتى لو العين فاقده للرؤيه تماما، مو بس يعني انه ضعيفه الرؤيه، حتى لو كانت فاقده للرؤيه فمن الواجب اذا كان الحول واضح جماليا انه نعالجه بالجراحه. وهي لو كانت معالجه تجميليه لكنها مهمه جدا لحياه الانسان. لكن هل هو ممكن يرجع؟ طبعا ممكن يرجع بالعين الفاقده للرؤيه، لانه السبب موجود ما عالجنا السبب. لكن هذا الشيء ما بيمنع انه نعمل جراحه، لانه ما عندنا حل ثاني. الامر الاول، الامر الثاني انه حتى لو رجع فينا نرجع نعمله مره ثانيه. طبعا من النادر انه يحتاج اكثر من عمليتين الحول، لكن حتى لو احتاج ما انا شيء خطر، يعني ما هي شيء خطر. اذا عملت بشكل صحيح العمليه فهي رح تؤدي لنتيجة جمالية جيدة في أغلب الحالات. وبننصح دائماً أنه المريض اللي عنده حول ظاهر أنه لازم يصلحه حتى لو عمره كبير وحتى لو ما بشوف فيها العين. بالنسبة للعمل الجراحي، العمليات تصحيح الحول، شو نسبة نجاح العمل الجراحي؟ الفكرة بعملية الحول هي دراسة الحالة بشكل جيد قبل العملية. يعني العامل الأساسي بتحديد نجاح العملية هو أنه الحالة تكون محددة بشكل دقيق، تم قياس الحول بشكل دقيق بكل وضعيات النظر، وحط الاستطباب أو الخطة الجراحية الجيدة المناسبة. طبعا بتعتمد هذا الشيء على خبرة الفاحص بشكل أساسي، أنه نحط الخطة المناسبة للعملية، درجة إضعاف أو تقوية العضلات اللي وشو هي العضلات اللي راح تنعمل عليها الجراحة. طبعا اذا عملت الجراحه بشكل مثالي وبايد خبيره فنسبه اكثر من 90% بناخذ نتيجه المنتظره اللي هي نتيجه ممتازه عاده. لكن مع هيك ما فينا نقول للمريض انه احنا نوعد المريض عاده حتى بالحالات الحول البسيطه بانه حنكون 100% من جراحه واحده. السبب لسبب بسيط هو ان النتيجه ما بنشوفها اثناء العمليه، النتيجه بنشوفها لاحقا. فالعمليه ممكن تجري بكل سلاسه وبكل امان وبكل دقة، لكن ممكن بعض الحالات النادرة نلاقي النتيجة ما كانت مثل ما متوقعينها تماما فبنحتاج عملية ثانية. بس مع هيك حتى لو احتجنا عملية ثانية ما بشكل، يفترض انه عملية الحول اذا عملت بشكل صحيح ما تشكل اي خطورة على المريض او على عينه. كم مدة العمل الجراحي وكم مدة الشفاء ما بعد العمل الجراحي؟ طبعا مدة العمل الجراحي والنقاهة بعد العمل الجراحي مرتبطة، مختلفة بالأحرى بشكل كبير، لأنه مرتبطة بالعملية بعدد العضلات. طبعا ممكن العملية تكون بسيطة جدا لعضلة واحدة مثلا بعين واحدة، وممكن تأخذ بس 10 دقائق أو أحيانا أقل، وممكن تكون تحتاج مثلا عضلتين أو ثلاثة بكل عين. يعني ممكن تصل العملية لست عضلات بنفس العملية، وبالتالي حيكون مدتها أطول، ممكن تصل للساعة مثلا أو 45 دقيقة، وممكن انه تكون نقاهتها اطول. طبعا العمليه اللي بتكون بعين واحده مثلا بعضله واحده ممكن انه للمريض يمارس حياه عاديه بعد يومين او ثلاث ايام، ممكن يعيش يمارس حياته الطبيعيه ويروح لمدرسته او لشغله بشكل طبيعي. اما المتوسط عاده هو فتره التعطيل عن المدرسه او عن العمل متوسطيا حوالي اسبوع،
ممكن يمتد لأسبوعين أو أكثر في حالات العمليات الثقيلة أو اللي انشغل فيها عدد كبير من العضلات، وممكن تكون أقل من هيك بحالات معينة من الحول. طيب أنا شايف مثلا الحول موجود بعين واحدة، ليش أحيانا بتقرروا تعمل عملية للعينتين مع أنه ظاهر بعين واحدة؟ طيب هلا هي قصة أحيانا بيكون في صعوبة نشرحها للمريض، أو أحيانا ما بيفهم المريض أنه كيف الحول بالعين اليسار وأنا حنعمل عملية على العينين. هي القصة اللي هو الحول بالعين اليسار مثلا لأنه العين اليمين بشوف فيها أفضل، لكن هي القصة مو بالعين اليسار، القصة بعلاقة بين العينين، القصة بزاوية بترابط بين العينين، بنحتاج ننسق هاي العلاقة بين العينين، نحتاج أحيانا طبعا مو دائما، نحتاج أحيانا أنه يكون في عضلات بكل العينين. هذا شيء كثير بنلجأ له يعني بكثير أحيان، لو أنه أحيانا بيكون شوي عسير الفهم بالنسبة للمريض العادي أنه كيف أنا حول هون وأنا بدنا نعمل العملية العينين، بس هو بنحتاجه أكيد، هو شيء علمي طبعا وشائع جدا نستخدمه يعني. طب أنا عملت العملية وخف الحول، بس الدكتور قال لي لسه لازم ألبس نظارة، ليش ما تخلص من النظارة؟ طبعا عملية الحول أغلب المرضى اللي عندهم نظارات حيضلوا لابسين النظارة بعد العملية، لأن العملية ما راح تروح الدرجات، العملية هي على عضلات العين بس مو على الرؤية. وإذا كان عندي سبب الحول أساسا هو مثلا مد البصر، ونحن صلحنا الحول لأنه ما تصلح بشكل كامل بالنظارة، ما أكيد إذا تركنا النظارة ممكن يرجع، أو حتى ممكن بدون نظارة يكون فيش لسه في شوية حول يتصلح بالنظارة، فالعملية بتصلح الجزء اللي ما صلحته النظارة، هاي القاعدة الأساسية. ما راح تغني عن النظارة بالتأكيد، النظارة أحيانا كثير ممكن تغني عن العملية، لكن عملية الحول ما راح تغني عن النظارة في معظم الحالات. شكرا لك دكتور سامي. العفو، أهلا وسهلا فيكم.